أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. درجات الحرارة بدأت بالانخفاض في المنطقة الشمالية والمنطقة أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، لكن استمرت حارة في باقي المناطق. خلال الأيام القادمة ستتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا وتنخفض درجات الحرارة بشكل عام. المحاور الرئيسية التي سنتحدث في هذه النشرة ستكون حول كتلة هوائية باردة نسبيا شمالا تتحرك تدريجيا نحو المنطقة الشرقية والوسطى، واستمرار الطقس الحار في المناطق الجنوبية وطقس مستقر في عموم المناطق. نستعرض الآن خرائط درجات الحرارة المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. يوم الجمعة استمرت تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة في أغلب مناطق المملكة، كما اندفعت رياح غربية لشمالية غربية باردة نسبيا في المنطقة الشمالية. هذه الكتلة الهوائية الباردة ستتعمق أكثر خلال الأيام القادمة خلال بداية الأسبوع تحديدا في عموم منطقة الجزيرة العربية، لتعمل على انخفاض درجات الحرارة لتعود وتصبح حول إلى أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. يسود الطقس غالبا صافي 23 درجة مئوية، الملموسة 22، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم السبت 32 إلى 17، يوم الأحد 28 إلى 17، ويوم الاثنين 29 درجة مئوية 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.